السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، واهلا ومرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله سنشرح لكم برنامج جديد وقوي جدا في حذف برامج التجسس. قبل بداية طريقة تحميل وتفعيل هذا البرنامج، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد. بسم الله، نفتح جوجل كروم. هذا هو رابط برنامج الصفحة الرئيسية، سأتركها لكم في الوصف. سأترك لكم الرابط من يريد تحميله من الموقع الرسمي، ومن يريد نسخة سأضع نسخة أيضا أسفل الفيديو في الوصف. نضغط هنا تحميل مجاني دونالد بي 3 دونالد. تحميل مجاني. التحميل، ننتظر حتى ينتهي من التحميل. البرنامج حجم الملف 61 ميجا بايت. نغلق جوجل كروم، ننتظر انتهاء التحميل لكي نقوم بتثبيته وتفعيله. هذا صراحة هذا البرنامج يجب أن يتواجد على جميع أجهزة الحاسوب الذين يريدون محافظة على حاسوبهم وتنظيفه من الملفات الخبيثة وملفات التجسس، يعني أي ملف كيفما كان نوع التهديد الذي يشكله على الحاسوب فإنه يكتشفه. هذا هو البرنامج كما تشاهدون، سنقوم بتفعيله تثبيته الآن. تثبيت عادي، أوكي. تختار اللغة التي تريدها من هنا، سأتركه في العربية. تثبيت، هنا توافق على الشروط. تثبيت، فعلا هذا البرنامج قوي جدا، كما انه يشتغل الى جانب افاست. يمكنكم تثبيتهما معا، يعني لا يشكل اي تعارض بينهما. هنا يقول لك هل تريد إدخال عنوان البريد الإلكتروني لتتوصل بتحديثات وإشاراتهم الإلكترونية في أي جديد في هذا على عن هذا البرنامج. سنقول له لا شكرا. تشغيل اكتمال التثبيت، تشغيل الآن. هنا التحقق من حالة الحماية وإصدار قاعدة البيانات. كما تشاهدون هنا البرنامج مجاني، سنقوم بتفعيله. نضغط هنا ادخال الرمز. هذه الرموز سأضعها لكم في الوصف. تم التفعيل بنجاح. حسنا،
يتم شغل جميع حراس الأمن المحترفين تمكين. هذه بعض مميزات البرنامج. هنا الفحص الذكي، يعني تفحص بسرعة، يقوم هنا بتهيئة قاعدة البيانات المناطق الحرجة يعني الويندوز. هنا يفحص بسرعة، يفحص القرص السي مشيدا. التفعيل تفعل معنا برو آخر إصدار. هنا الآن هذه هي الملفات التي يقوم بفحصها الآن. عندما يحصل على أي ملف مشبوه فإنه يظهر على في هذه النافذة، ويعطيك نوع التهديد الذي يشكله على الحاسوب. هنا انت كنت تريد ان يتم ازالتها تلقائيا، تضع هنا علامة فيقوم بازالته من الحاسوب. كما ان في صندوق جميل، يعني تضع فيها الملفات الحساسة التي لا تريد ان تفقدها، تضعها في صندوق خاص يعني لكي لا يعني حتى فيروس الفيديو لا يقدر الوصول إليها عندما تضعها في ذلك الصندوق. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.